بالنسبه لي انا طبعا بتبقى اول مره دي، يعني لازم الواحد بيدور على شريكه حياته اللي هي بتكون مش متجوزه، بيكون بينهم حب، بيكون بينهم تفاهم. لكن مفيش مانع برضك ان المطلقه يعني دي ان هي تكون سيئه، ربما يكون الطلاق ده بيكون حصل فيه خلاف، بيكون العيب من زوجها الاولاني. مفيش مشكله ما ست زي بيت الستات. يعني المجتمع ظالم المطلقه في حاجات كتير، يعني مثلا بيبص لها بنظره تانية، بمعنى ان دي مطلقه، ان دي ما ينفعش حد يرتبط بيها، ما ينفعش طبعا تكون اول بدايه حياه، في حاجات كتير يعني. حتى لو جوازت الاولى طبعا، يعني الانسانه كويسه ومحترمه، ممكن تبقى واحده ما اتجوزتش قبل كده ومش كويسه، ممكن واحده تبقى مطلقه حصل معاها اي ظرف معين في حياتها واتطلقت، وممكن تتجوز زواج تاني ويبقى يعيش معاها سعيد اسعد من كان واحده تاني. يعني اول مره وابني لسه في اول بدايه طريقه في حياته، في بدايه حياته، فهتلاقي فيه تحفظات شويه. يعني انا بالنسبه لي ممكن ما وافقش. يعني انا بتمنى ان هو يجرب اول مره ليه، يجرب ان هو يكون في العادي زي ما احنا كلنا اتجوزنا، وبعد كده لو ما فيش نصيب هو يجرب مره تاني وهو يجرب مره تاني، ما فيش مشكله. لو رفضوا خلاص ده من حق اهلي برضو المشوره فيهم. لا مش هوافق، عشان يوم كانت مطلقه قبل كده وعشتها ما كانش مظبوط. اكيد اهم حاجه سعادتك، يعني والدك او والدتك سعادتك. انت سعيد في ايه؟ بني ادم اللي بتختارها شركة حياتك.